السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وش راكم؟ مساء الخير. راني اليوم في رمضان، حضرت لكم صباح الفيديو تاع الاقتصاد في رمضان، وما لازمش نبذروه كذا. وشوفوه اذا ما شفتوهش، وانا هذا هو الطريقة تاعي وراني ماشية بها. ودركا شوفوه، كنت مع البلاكار تاع ولدي، خزانته الصغيرة. ولدي عنده عامين ونص تقريبا، 3 سنين، وكاين حوايج هكا لبسه مديت مديت مديت، شتو كل فصله، مثال كل فصل هكا يكمل الفصل هذاك المد، يكمل الفصل المد، يكمل الفصل دوكا، وكمل الشتاء، ويعني تقريبا رانا حندخلوا ولا دخلنا في الربيع. حنا عندنا الصحراء خلاص، يعني سخنت الحاله، وبالتالي اني جبت هذه اخر دفعه بقات، اخر دفعه بقات، ما عادش تجي قدبني العام الجاي ان شاء الله اذا كانوا من الحيين، هو ما كان من الحيين، وما عادش تجي قدو. خليت ما عدا بعض، دوك نوريهم لكم اللي بقى هو يجو قدو، والباقي كامل راني خرجتهم على دفعات، غير عندي شهر ما خرجت، وهذه اخر دفعه بقات لي راني حنخرجها حنوريها معكم. وبالتالي اني حبيت برك نعطيكم الموضوع هذا، رانا في رمضان وراني نحوس، شو الواحد هذيك تنبش هكا تنبش تنبشه تحوس باش تجيب الحسنات هكاك. نرجع لكم درك، انا الموضوع هذا درته ماشي باش نعاد لكم زعما راني نمد وراني نصدق وراني كذا، راني الاف الاشياء نصدق بها ومئات الاشياء صدقتها في حياتي ومانيش نقول عليها، باعتبار اني عندي قناه ونحوس دائما نفيد المراه الجزائريه والمسلمه، دائما اذا كانت حاجه مليحه نمدوها ونفيدوها ببعضنا ونستفادوا منها ونعتها لكم باش حتى نتوما ديروها، واكيد راكم ديروا فيها، بصح مش دير ديرها وفي ميزان حسناتي وفي ميزان حسناتكم كامل، وكامل نستفاد، وخاصه في رمضان. قلت لكم راني نبش نبش نبش، راني نخدم في قبري، القبر تاعي راني نخدمه، حابه نعبيه حسنات، حابه نعبيه اشياء نلقاها مره اخرى، حابه اني الكفه تاع الميزان تاع يوم القيامه ان شاء الله، يعني لما يحاسبنا ربي سبحانه حابه نلقى الكفه تاعي ثقيله، حابه نلقاها اني معبيه حسنات، راني ناقصني حسنات، ما عنديش الحسنات، انا كامل ناقصنا حسنات، راني لاتيه وراء يعني نجري وراء الخدمه، نجري وراء الدار، وراء وليدي، وراء الدنيا، وغارتنا الدنيا، وراني صغيره، بصح ديما ديما نتفكر قبري، نتفكر قبري وحابه نخدم له. لذلك نقول لكم هذا الموضوع، صدقوا صدقوا في رمضان، خرجوا الحاجه اللي قدرتوها، حتى تقشير كيما هذا، تقشير كيما هذا خرجوه، والله العظيم غير الناس ما عندهمش، الناس ما عندهمش، فهمتوني؟ يعني بودي كيما هذا والله ما عندهم، كون يصب المطر يبرد الحال ما عندهمش، وانا نمدو، قاعده تقول لي يعني فات الشتاء مديتيه، انا مديت والله العظيم غير مديت، وكنت نمد حتى جديد، ماشي غير يعني اللي لابسه ولدي ولا، وراني غاسلتهم كيما نشتيهم البلي، نشتيهم لولاد الناس، وقادر حتى نمدهم اللي لسه ولادهم زادوا تخبهم حتى العام الجاي يلقاوهم يبداو بهم ان شاء الله، يديروهم حتى تاع لباس تاع الدار، يعني مش شرط تاع تاع البرا. ولا يعني مانيش غنيه هذيك باش يعني نصدق دائما جديد ولا سما قدي قد روحي ونفيد، ولا غير نفيد اللي نعرف بيه ونسمع بيه، ونقول ماما كش ما سامعه بوحده ولدت ولا ما عندهاش ولا ولدها شويه كبر، قولي لي بكر مد نمد، ولا غير نمد حتى من كسوه ولدي ونمد له، نقتسموا مع بعضنا، ولا نمدهم هذو نقول لهم حديرهم تاع الدار، يعني لبسوهم تاع الدار، ياكل بهم يلعب بهم يشرب بهم، يعني ماشي تاع خرجه ولا، وكل وحده وظروفها، وربي لي عالم بالنيات. هذا اول بودي، ها وراه، شوف السروال تاعو ولا غير مديته قبل، جاني واحد البيبي كيما هكا ولا غير نحيته تاع ولدي ولبسته له، وهذا كان حشاكم ذاك الوقت ما مسخ ماهوش مغسول، على هكاك ما مديتوش. هذا البودي الاول، ها وراه، ها باب ربي ان شاء الله، يعني هاني حمدتو. كاينه هذه سير فاتمون، هاي وراه تاع وليدي، والله غير كان يلبسها من كان صغير وتجي على الكيف، هذه سيرفات ومعها البودي تاعها، شوف شوف باهية صح، شوف الله يبارك، هاي وراها هذه وهذه، لكم هذه سيرفات بس نبعد عليكم تشوفوا الحاجة، راني متربعة وقاعدة اسمحوا لي، هذه سيرفات هاي وراها، إن شاء الله تكونوا برك شايفين بركة. شفت القعده هذيك تاع ماتنا كي يقعدوا في الارض ويبداو يلعبوا، هذه وهذه السيرفات نتاعها، هذه بربي ان شاء الله ثاني نزيد نعاود نمدها ان شاء الله، وحنا واش نقولوا برك نقولوا يعني ربي يفرج علينا ونصوموا بالصحه والهنا، وان شاء الله
وعندي الكوستيم ولا غير الكوستيم هاي وراها، وشنو حبيت نعاود نغسلها برك، نغسلها مليح مليح مليحة المشابه شوية. عندي كوستيم هذه ومعها الجيلي تاعها هاي وراها، ومعها البنطلون تاعها شريتها في عرس خويا لوليدي، هذه شريتها له في عرس خويا هاي وراها سروال، وهذه الجيلي تاعها شوفها قدش باهية صغيرة هاي وراها، وهذه الباس تاعها كبيرة. وشي لازم نغسلها مليح برك، نحيلها الشوبية تاع الصابون هذي، نعدنا الماء مالح في الكلكاري لازم تعاود الحوايج الكحل هذوك. عندي هذه ايضا هذه البدلة كان يلبسها ولدي، والله قاعدة جديدة ها، والله العظيم غير قاعدة جديدة ها، مش عارفة راكم تشوفوا ولا ها، جديدة خلاص ها. وثاني حتى الماركة تاعها مليحة ثاني هاي وراها، يلبسوا بالصحة ان شاء الله. ومانيش عارفة وش حتكون تاع من يعني نصيب شكون. هاو السروال تاعها عارفين الناس، السروال تاعها هذه ايضا حمدها، يلبسوا بالصحة ان شاء الله ولادي. ورغم ولادي كامل راني تحرمت من الاولاد 12 سنة، تخيلوا قبل وش كانت، كنا قبل يعني درت لكم فيديو كانت عندي واحد الكابة فاليزة كبيرة 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 قبل ما نجيب الاولاد 12 سنة ما جبتش الاولاد. فاليزة هذه كل ما نروح للسوق وتجي عيد تجي مناسبة تجي كذا نسخف نبكي على الاولاد، نبكي ما عنديش 12 سنة وش ندير، نشري نشري لبسه جديده، نشري ونحط نشري ونحط نشري. وكل ما يجوني الاولاد للدار يجوني في العيد نروح نبور كذا نهز من هذيك اللبسه ونمد، ما تبقاش تعبى هذيك الفاليز وتعاود تزيد تفرغ، تعبى وتعاود تفرغ ديما نمد. على كيك ربي عطاني ربي سبحانه يعني مد لي وليدي هذا بالك من صدقه والله من كذا. ثاني عندي هذه نمدها، شوفوا راني مش معناها درت لكم فيديو معناها حنوريكم قش ياسر ولا نوريكم فكره برك، فهمتوا هكا باش تتعمم بربي ان شاء الله. واغسلوهم وعطروهم، وكما يقول الرسول يعني الصدقه مما تحبون، صدقه مما تحبون. هذه وليدي غير الاسماء اللي فات كان يلبس فيها، يعني مانيش حنا نفوخ ولا نزوخ، راهي تاع قش تاع وليدي. هذه راني معاها البودي تاعها عفوا السروال تاعها تايسيفات كل تاع الدار، هذو كل تاع الدار دايرتهم وليدي تاع الدار، غسلتهم بصابون تاع الطرف مليح وكذا. وهاني بربي ان شاء الله نمدهم كشما، واللي يعرف كشما كواحد والله يتصل بيا راني نمدلوه، اي واحد يعرف اما نمدلو عادي. عندي هذو البوديات ثاني كان يلبسهم وليدي هنا ديما، كنت نوكلو فيهم نشربو فيهم كان يحبي فيهم، يعني عندي فيهم ذكريات كبيره. انا مخبيه شويه قش تاع وليدي، خبيت تاع الصغر خلاص كان صغير خلاص، هذوك تاع يعني خليتهم عام زوج زي بعضهم هذو ايضا حمدتهم. وكاين ياسره ولا غير كاين ياسره من هيه نعت لكم كل مره نعت لكم شويه يعني هذو. عندي ايضا هذا البودي ها هو ايضا صغير هذا كبير ها وراه ثاني البودي حمدتو. كاين هذا البوني هذا البوني ممكن حتى يلبسوه العام الجاي ان شاء الله. كاين هذا شورت ورا شورت، كاين ايضا شورت اخر شورت اخر، كاين هذي شوف وطرح شوف وطرح شوف وطرح هاي بارك شاشية البوني يعني وليدي كان يلبسها وفيها نتاع الودنين، وكان يلبسها له في الدار تاع الدار باش ما يبردش هاي ثاني مدها. كاين هذا ثاني يلبسه وليدي كي شابو هكا كي على الكيف تهبل تاع ولاد وفيهم ميكيات وفيهم كذا، مش عارفة راكم تشوفوا الإضاءة ولا لا برك. هذه ثاني عندي هذه ثاني البيجامة هذه ولا غير كبيرة كبيرة على ولدي، بصح راني حبيت نمدها انها يعني شوية ترى يستفادوا منها تاع ربيع كيما هكا يلبسوها ثاني مليحة يعني. هذه يعني هذا هو الانسان لازم ديما يمد، لازم تكون ايدو ماشي تاعو،
لازم يفيد غيره، ماشي يعود في الحومه ولا في الاهل ولا يعودوا ناس يعني مساكن ما عندهمش يلبسوا. انت عندك كيما في الكابا مخبيتهم ولا كاين ناس ولا غير يرموهم اللبسه هذه يرموهم. حنا شفتوا في عند الدول الاجانب هم همش مسلمين ولا بصح دايرين واحد الحاويات كيما كيغسلوهم وينظفوهم ويحطوهم، اللي ما لقاش لبسه يلبسها. يعني شفتها ثاني في تركيا منشورات كداير مع تركيا، يعلقوهم في الاشجار في المحلات، ندير الخزائن هكا في الشوارع ويحطوهم، او يحطوهم كيما هكا في اماكن مخصصه اللي ما عندوش يجي يلبس. ماشي كيما حنايا، انا مش نوريه والله ما ذكرت لي من حنمدهم، ماني عارفه لي من حنمدهم. تكون لي يسحق يجي يتصل بيا ويدي ولا غير تحاسبه. واللي اللي كيما نقولوا باش نقول لكم على بالي مش عارفه مكتوب خلاص، اللي تجي هذه كي نمدها ونسقسي واللي دلوني عليه راني نمد. ومش غير اول مره راني ما فهمت. هذا ثاني سروال تاع الجين تاع ولدي كان صغير في عرس خالو كان لابسه. يعني هذا هذه شوفوا شفتها من كان ولدي صغير، شفتها وشريتها ما انت على ذكرتني من كنت انا صغيره خلاص نلبس الترابك هذا تاع البلاستيك ولا غير شريتهم له. ساعات كي نجي نسيق ولا نجي كذا هو يعيدش ما يطيحش نلبسهم له. شوفوا النيه تاع بكري، شوفوا شوفوا والله غير السلعه تاع بكري على الكيف راهي راه قاعده جديده كيما راه جديدة فئة صغيرة عليه فرعتها هاي برا. عندي ثاني بودي هاو بودي هذا، وعندي عندي عندي بزاف. هذه هي وهاني وريت لكم شويه بك، مش معناها حنوري لكم كميات كبيره وعندي ولا غير عندي. هاني جبت في الكابات ونشوف الخزانه تاعو ونشوف الحاجه اللي ما كبرت عليه يعني صغارت عليه هو كبر عليها هذيك ثم نمدها. وكاين ساعات شن ندير معاهم حوايج جديده نشريهم جدد يعني ونمدهم، مش معناها فاضل عليا ولا زايد عليا لا لا. راني قلت لكم راني نخمم في غدوه، راني نبني في قبري وش حنلقى في قبري، يوم يحاسبني ربي سبحانه. هذه الفكره بسيطه حبيت نقول لكم عليها في رمضان. شفتوا كيفاش نتسابقوا، نتسابقوا على الخير على هذا على الحسنات، مش نتسابقوا عن طيبو وديك الاكله وهذيك باللحم وديك الفيونداشي والناس مساكنه اللي يتفرجوا والله ما عندهم، والله اين عرفهم والله ما عندهم باش ياكلوا. والناس تصور في طاولات عينا هدرنا 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 والله العظيم ما على باليش. كما قلت لكم الصباح انا فيديو ولا اثنين درتو متاع ساعه باش نوري لكم طبخات ولا الوصفه كيفاش طيبوها، مع انه وصفات تاع ناس زواليه بسيطه مش حتى باللحم ولا. اما باش نحط لكم الباعد والوصفه والطاوله تاعي خي مش نحط لكم صح، مع انها عادي طابله طابله نورمال نفطروا ونوضوا وخلاص كيما انا كيما اي وحده زواليه قدها قد روحها والحمد لله الحمد لله. هذا هو رمضان ونضاعف الحسنات ان شاء الله. وهذا كامل حتى سيدي من جانب الانساني برك، مش تشوف واحد الناس مش لابسين وانت عندك كيما هكا انا كبروا يعني صغار وعلى وليدي ولا غير نمدهم. شي ذي الناس ولات يعني قلوبها قلوبها حجره ما فهمتش علاه، يكسوا ويعاودوا في ولادهم يكسوا ويعاودوا، والناس غير المستعمل هذا مستعمل برك ما مدوهش ولا غير حرام علينا ورانا مسلمين. وهذه هي، والسلام عليكم وصحة فطوركم وبارك الله فيكم. واشتركوا لي في القناة، بارك الله فيكم اشتركوا لي في القناة وشوفوا لي المشاهدات. والفيديو هذا إذا عجبكم يعني حطوه في ميزان حسناتكم وبعثوه للناس حبابكم ولا حباباتكم حابة تشوف الفكرة وتوري لها فكرة، بعثي لها الفيديو كما هذا وديروا لي لايكات وتعليقات وكذا. القناة هبطت خلاص، هبطت في رمضان هذا هبطت لي خلاص، مع أني مانيش متوقفة راني نمد لكم في الموضوعات اللي تفيد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.